السلام عليكم. بعد أن أصبح قرار إخراج القوات الأمريكية أقرب إلى الواقع على خلفية التصريحات الحكومية ببدء الحوار والتفاوض عن طريق تفعيل اللجنة الثنائية، لا يزال الموقف السياسي السني والكردي غير واضح حتى الآن، وما تصويت الكتل الشيعية في البرلمان لصالح القرار قبل 4 سنوات وغياب الكتل السنية والكردية إلا انعكاس لاعتراض قيادات المكونين على تلك المساعي، وهو ما وفر ذريعة للولايات المتحدة اللي تحججت به في وقتها، وأكد وزير دفاعها في حينها بأنه ذلك المطلب لا يمثل جميع المكونات. فلماذا يرى شركاء الشيعة في العملية السياسية الوجود الأمريكي ضرورة ملحة؟ الإقليم بحسب سياسيهم لا يمكنهم تأييد خروج التحالف الدولي بالوقت الحالي، كون التحالف يقدم المساعدات العسكرية والمالية لقوات البيشمركة، وهناك مخاوف أمنية لدى الإقليم من أنه قد يؤدي انسحاب هذه القوات إلى تصاعد هجمات من جماعات متطرفة من داعش وغيرها. أما بالنسبة للكتل السياسية السنية فهي الأخرى تتشظى في المواقف من حيث تأييد بقاء القوات وتأييد خروجها، فهل ستكون هناك معارضة لتوجهات رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني بإنهاء وجود قوات التحالف، وكيف سيكون شكل الاعتراض على ذلك؟ وهل جميع الكتل السياسية الشيعية أم أن يفضل بقاء هذه القوات؟ من الأيام أرحييكم وحديث العراق لهذا اليوم، وأستضيف السيد عبد الرحمن الجزائري عضو الإطار التنسيقي، وكذلك السيد مهند الراوي السياسي المستقل من الأنبار، وكذلك السيد ريبين سلام عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني. حياكم الله ضيوف الأكارم، أهلا وسهلا بكم. خليني أروح للأستاذ مهند. لا بأس. أروح للمعترضين. لا بأس. تمام أستاذ مهند، حياك الله. ضيوفك الكرام. شكرا لك. ولمشاهدي قناة الأيام. شكرا لك. بالقانون أو القرار اللي صدر من البرلمان كان كل الكتل السياسية السنية معترضة ولم تصوت على هذا القرار، وسمحت للكتل السياسية الشيعية بالتصويت، لم ينفذ لحد هذه اللحظة، لكن على الأقل إنه رئيس الوزراء بعد كل المشاكل اللي حثت بالأيام السابقة بعد الاستهدافات الأمريكية اللي حدثت في وسط بغداد، رئيس الوزراء الآن أعلن صراحة أنه هناك موقف ثابت. هل لا زال الموقف بالنسبة للكتل السياسية السنية هو نفسه، رافض لخروج قوات التحالف والقوات الأجنبية من العراق، أم تغيرت المواقف؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفيك الكريمين ولمشاهدي قناة الأيام الفضائية. سيدي الكريم، إنما لا يقبل الشك أن خطر داعش لا يزال يحيط ويحيط بالعراق، لكن سنتكلم بشكل عن قوات، كيفية تواجد قوات التحالف الدولي في العراق. اليوم قوات التحالف الدولي هي جاءت بطلب من الحكومة العراقية، والحكومة العراقية ضمن اتفاقية استراتيجية وقعت سنة 2011. هاي الاتفاقية لها ما لها وعليها ما عليها، وعندما خرجت القوات الأمريكية ودخلت داعش ألزمت الطرف الأمريكي والتحالف الدولي بتحالف، وجاءوا إلى العراق بعد دخول داعش وسقوط ثلث العراق، محافظة الأنبار ومحافظة نينوى ومحافظة صلاح الدين وأجزاء من ديالى وكركوك. اليوم يجب أن نفصل كل يعني طبيعة التواجد الأمريكي. شنو اليوم طبيعة التواجد الأمريكي؟ اليوم خلينا نفهم، هل هو قتالي أم هو مستشارين كما يقولون؟ طيب إذا مستشارين، من وين جاءت هاي الطائرات اللي قصفت وسط بغداد وعلى أثرها استشهد أحد قيادات الحشد الشعبي في كتائب النجباء؟
يعني خلونا نتكلم بشكل صحيح. اليوم هاي الضبابية اللي موجودة القوات الأمريكية، هل هي يعني هذا السؤال يجب أن الحكومة توضحه للشعب، هل هي قوات قتالية أم هي كما يقولون هم مستشارون؟ يعني مستشارين، طيب من اللي قصف هذا وصل داخل بغداد؟ يعني تمام استاذ مهند، هسه هذا واضح. يعني الان الحكومه تقول لك انه احنا موقفنا ثابت، هذه القوات نريدها ان تنسحب، ولذلك شكلنا لجنه ثنائيه من اجل الحديث عنها. الان المشكله وين؟ المشكله انه القوه السياسيه السنيه والقوه السياسيه الكرديه، بالنسبه للقوه السياسيه السنيه هل لا زالت على نفس موقفها، مؤيده لبقاء هذه القوات أم معارضة لها؟ يعني هو دائما الموقف السني للأمانة بعد 2018 كان متذبذب غير واضح. يعني هو لا يقولون إحنا مع تواجد القوات الأمريكية أو يقولون نحن مع خروج القوات الأمريكية، متذبذب تصريحاتهم، وخصوصا يعني كتلة السيد الحدوسي متذبذب، بل تدري هم الكتلة الأكبر. تلك واحد يصرح في محافظة الأنبار شكل، يجي واحد في محافظة نينوى طبيعة الجغرافيا تأثر عليه يصرح شكل. الموقف السني لا لا بس الموقف هسه بالتصريحات استاذ مهند، بالتصريحات احنا ما ناخذ هسه على التصريحات، ناخذ على موضوع التصويت. بالتصويت الناس رفضوا، هذا موقف واضح، يعني لا تصريحات، هذا موقف واضح. هل لا زال هذا الموقف؟ واذا كانوا رافضين شنو المصلحه، شنو مصلحة السياسية السنية من وجود هذه القوات بالعراق؟ يعني بالتحديد الان الموقف السني ضبابي بشكل كبير. يعني اقول لك يا ضبابي، حتى لا ليش يكذب على الناس وليش اقول لا ضبابي، ما موقفهم مو معلن، ما يعرفون شو يريدون. تدري هاي التخبطات والازمات اللي وخصوصا بعد خروج الحدوسي وقضيه الانتخابات، وخصوصا بعد يعني من 6 اشهر الى حد الان الموقف السني مشدد بشكل كبير، ليس لديه موقف ثابت. انا اقول لك ابدا، يعني ممكن انا اقول لك اذا ما عرف على التصويت قرار الانسحاب القوات الامريكيه بوجود هؤلاء، انا اقول لك راح ينسحبون مثل ما انسحبوا من البرلمان العراقي بالتصويت. يعني قصدك الكتل السياسي، قصدك الكتل السياسيه السنيه ينسحبون من البرلمان اذا عرض للتصويت؟ اكيد اكيد اكيد. زين شنو المصلحه؟ شنو المصلحه من عندها؟ لن يخرجوا طالما وجود، طالما هناك خطر يهدد محافظاتهم سيخرجون. يقول لك احنا اليوم وجود الامريكان، بس منو اللي حامي محافظاتهم الان؟ منو اللي حامي محافظاتهم الان؟ حامينهم الامريكان؟ لا 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 لا، بس للامانه حتى نتكلم بشكل صحيح، محافظ الجو مسيطر من قبل الامريكان، يعني حتى نتكلم بشكل صحيح. اما على الارض القوات الامنيه العراقيه من حشد وشرطه وجيش زين، بس حتى الجو، بس حتى الجو هي القوات، القوات يعني القوة الجوية العراقية أستاذ مهند، حتى الجو، القوة الجوية العراقية هي اللي قاعد تضرب معاقل داعش بشكل مستمر. صح صح صح، بس لكن هم الآن يتخوفون من وجود، وخصوصا بعد لحد الآن في الجانب السوري. هون المشكلة، الجانب السوري غير أمين، هاي المنطقة غير أمينة، ووجود عمليات داعش جاي نشوف أحداث داعش تقصير في حمرين، في ديالة، في صلاح الدين، في صحراء الأنبار، في صحراء بين الأنبار وصلاح الدين تصير عمليات اقتداء. طبعا عودة للمدن أكيد ما ترهم خلاص ما يرجعون، لكن خوفا من انفلات. لكن احنا أنا كمراقب سياسي وكباحث سياسي ثقتي عالية جدا بأجهزتنا الأمنية، لكن هاي رأي الكتل السياسية هي تنظر إلى هذا الموضوع، قد تنظر له من منظار سياسي فيها ضغط. زين تمام استاذ ريبين حياك الله. حياك الله استاذ محمد، مرحبا. استاذ ريبين، الموقف بالنسبه للكتله السياسيه السنيه، يمكن يتحدث استاذ مهند عن بعض معالمه، يقول اذا عرض موضوع اخراج القوات الاجنبيه من العراق في البرلمان، القوى السياسيه السنيه ممكن ان تنسحب من البرلمان ولا تصوت. بالنسبه للكتله السياسيه الكرديه، على الاقل الحزب الديمقراطي الكردستاني، هل لا زال على نفس الموقف انه لا يدعم قرار باخراج القوات الاجنبيه من العراق؟ يعني
أم تغير الموقف الآن؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحياتي لجنابك ولضيفك الكريمين وكافة المشاهدين. والله بصراحة إنها مسألة لكل حادث حديث مثل ما يقولون. إذا تمت استخدام ورقة البرلمان أو السلطة التشريعية لإنهاء التواجد الأمريكي أو الأجنبي، لا أتصور يعني على وجهة نظر شخصية وليس حزبية، لا يمكن أن نتصور بأن يكون حتى الأخوان في الكون الشيعي أن يكونوا حاضرين لاستخدام طريقة غير واردة في الاتفاقية الاستراتيجية. يعني على الأقل أنا ويا ضيفك الكريمين وحضرتك، على الأقل يجب أن نكون قارين للاتفاقية الاستراتيجية يعني قبل ما نجي لهذه المقابلة، صح؟ رئيس الوزراء، بس رئيس الوزراء الموجودة، بس رئيس الوزراء الآن البارحة يتحدث بشكل واضح يعني انه قوات التحالف يجب ان تخرج من العراق، بانه لم يقل بالصواريخ ولا الدرونات، ولم يقل من خلال البرلمان. هذا العقد الاتفاقي الاستراتيجية اذا قرناها هناك آلية لانهاء العقد الاطار الاستراتيجي والموقع بين العراق وبين أمريكا. ضيفك الكريم أستاذ مهند قال 2011، و2011 الثالث يعني 2008 بدء تم إبرام هذه الاتفاقية، لحين 31 كانون الأول 2011، بعدين يعني انتهت التواجد العسكري لأمريكا في الأراضي العراقية، و2014 مرة أخرى العراق طلب الاستغاثة بالأمم المتحدة وليس الأمريكان، طلب من الأمم المتحدة بأن يلحق الوضع الأمني الذي احتل داعش بين الليلة وضحاها ثلث العراق. وبعد ذلك خلال 4 أيام 74 دولة اتفقوا مع بعض وعملوا تحالف الدولي ضد داعش برئاسة أمريكا. وهكذا كانت الحكاية. أصبح بطلب من الحكومة العراقية بأن يقوم باستغاثة الآن الحكومة العراقية تريد إنهاء وجود هذا التحالف. أستاذ ريبين، إنهاء الآن تريد إنهاء وجود هذا التحالف، لكن الأمريكان أكثر من مرة قالوا إنه الكرد والسنة ما يريدون نطلع من العراق، ولذلك هم يتحججون بيكم الآن كسياسيين. لا، هو حتى الاخوان، حتى الحكومه هو الجهه المختصه، هو الجهه المختصه. ليش انت مثلا واحد يخلي عقده الايد على الالتزام يعقد الموضوع؟ اتفاقيه استراتيجيه موجوده، يقول الحكومه، بس الحكومه يطلب مني، مو حكومه بيد الشيعه، رئيس هذا مو ائتلاف اداره الدوله اغلبيتها شيعه، خلي الحكومه يطلب. ليش يكون بالكرد وبالسنة؟ لا، هم طالبين الآن الحكومة الآن بتصريح رسمي من رئيس الوزراء. ليش الكرد يكون عنصر أو يطالب أو يسأل بأن يكونوا مسؤولين عن طرد الأمريكان؟ ولكن الحل موجود في اتفاقية استراتيجية، يقول الحكومة بس يطلب بآلية معينة، اللي هو مثلا حتى بالفقرة الأخيرة يقول عند وصول اختار من احدى الطرفين امريكا او العراق للطرف الثاني. تمام، بالنسبه لكم تمام استاذ ريبين، بالنسبه لكم تريدون بقاء هذه القوات، لو تريدون خروجها، لو تريدون واحد يطلعها، انتم ما لكم علاقه بالموضوع. اللي جايبه خليه هو يطرده. منو جايبه؟ منو هذا الرئيس حكومه شيعيه مو جايبه؟ خليه هو يطرده. ليش هو جايبه ويقول لي انت تعال قاوم؟ يعني أقاوم مين؟ وبعدين ما قال بالاتفاقية. أستاذ محمد، حضرتك أكاديمي وأنا أتشرف بالحوار مع جنابك. شرفت بك عزيزي، شكرا لك. من خلال الدرونات والصواريخ، تعال لما تخلص شغلك ويا هذه قوات التحالف اضربهم بالصواريخ والدرونات حتى يطلعوا. هذا من هذه كل درون أو كل صاروخ ينضرب أية بعثة دبلوماسية أو أمريكية يكون بخدمة الأمريكان أصلاً، لأنه يكون هاربين من الالتزام الموجود بالعقد. هناك التزامات، إذا تنهيها العقد اليوم بالوهلة الأولى 11 مليار يخسر،
بالوهلة الأولى هذه الطائرات اللي حضرتك تتفضل F-16 ما يشتغلوا، يصيروا مثل الخردة الحديد لازم تبيعها بسوق الصناعة. تمام واضح واضح، خليني آخذ وجهة نظر تمام. بدون وجود الأمريكا ما يشتغل F-16. واضح، خليني آخذ واضح سيد ريبين، وضحت الفكرة. خليني أروح سيد عبد الرحمن. سيد عبد الرحمن هسه يعني ضيوفي هسه بكلام الكلام الأولي اللي يتحدثون عنه يقول لك السنة يتخوفون من وجود داعش، والكرد يقول لك أنت رجبتهم أنت روح طلعهم، أنت المن حاشرني وياك. بسم الله الرحمن الرحيم، أجدد التحية لقناتكم الكريمة ولجمهورك ولضيوفك الكرام، والعزاء على ذكرى استشهاد القائدين قادة النصر الحاج أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني، والرحمة والرضوان إلى الشهيد الذي التحق أيضا أبو تقى وأبا سجاد. حقيقة ما يتحدث به الضيف الكريم يعني الأستاذ مهند الراوي والأخ ريبين لربما بعيد جزء منا عن الحقائق. أولا الإطار التنسيقي وإدارة الدولة ورئيس الوزراء الآن يطالب بإخراج الأمريكان، ما هي الأسباب يعني لماذا إخراج الأمريكان في هذه المرحلة؟ ذريعة موجود تواجد داعش، الآن لا يوجد داعش اليوم في العراق غير لربما الحضائن الموجودة التي تلبي رغبات القاعدة في صحراء الأنبار، موجودة لربما في ضواحي كركوك، موجودة في مناطق في الموصل موجودة. أعتقد هذه لربما لن تنتمي بقدر داعش ودخول داعش بسقوط محافظات. هذا الجانب الأول. رأي الأخوان بالقبة التشريعية كان واضح يعني بإخراج المحتل، وكان رفض واضح من السنة والأكراد، ولا يزال هذا الرفض موجود. هسه ما نعرف شنو الأسباب، يعني باقين على نفس الموقف. طبعا طبعا لحد الآن الأكراد والإقليم لا يقبل بخروج اليوم قاعدة الحريري من أربيل، لا يقبل بالتالي، وبحجة أنه اليوم الإقليم يحتمي بالأمريكان، وهنالك علاقة وهنالك اتفاقية استراتيجية. لا لا، منين يحتمي؟ منين يحتمي؟ ما هو هذا السؤال إله مو إليه. زين تمام، إحنا الإطار ما نريد الأمريكان. أجاوب. الإطار لا يريد الأمريكان، إدارة الدولة لا تريد الأمريكان. أما الجانب الثاني اللي هو شريك وياي بالعملية السياسية، ما أعرف الأخ دي يسمعني لو سمعك. أي الأخ ريبين يقول اتفاقية استراتيجية، أي اتفاقية استراتيجية أستاذ ريبين؟ هاي الاتفاقية كلي وشرب الدهر عليها، هاي كانت الاتفاقية وجددت في عهد السيد العبادي، هذه الاتفاقية انتهت عندما أصدر البرلمان العراقي ضمن الدستور العراقي لا وجود للتحالف الآن، ما محتاجين التحالف. حتى الرئيس الإسباني رئيس الوزراء إذا ما متابعين الأخبار في زيارته الأخيرة لرئيس الوزراء قال لا وجود اليوم بعد، ما نحتاج اليوم، العراق لا يحتاج اليوم، اليوم عندنا وزارة الداخلية والدفاع والعمليات المشتركة والمضمنة، رئاسة الوزراء من ضمنها هيئة الحشد الشعبي، العراق الآن يعد قوة عسكرية لا يحتاج اليوم. أما موضوع التسليح فهي مقصودة من قبل الأمريكان، وأنتم تعلمون بسياستكم أهل أربيل تعرفون كل الزين، لولا ضغوطاتكم أنتم والعلاقة والطاولة تحت الغرف المظلمة هي ما أدت اليوم عدم تسليح الجيش العراقي. والعراق يمتلك يعني 4 عقود عندنا، أسأل وزير الدفاع، سوي لقاء وزير الدفاع وقل له، قل له وين العقود اللي وقعوها وزراء الدفاع السابقين واللاحقين على تسليح الجيش العراقي وما قبلوا الأمريكان، ما وافقوا. شنو علاقة الكرد بالموضوع؟ شنو علاقة لهم؟ علاقة أنا أقول لك شنو علاقة، وهي هسه أقول لك فت قضية. هسه هي القاعدة الأمريكية مال عين الأسد ومال حريري بالبصرة، هي بالحلة، هي عندهم. زين اختاروا هذين المكانات. شنو علاقة هذا الموضوع بالاتفاقية الأسلحة؟ مو هي المشكلة هنا، هنا المشكلة الأخوة الأكراد سياستهم متذبذبة مع حكومة الاتحاد. مع حكومة بغداد متذبذبة. زين كل يوم يصنعون نفذ مشكلة، كل يوم يصنعون نفذ ذريعة، وهذه هم يتحملون هاي الدماء اللي جاي تسقط. طبعا هي مسؤوليتهم الآن، ما يقبلون اليوم، ما يقبلون اليوم الأمريكان يطلعون. ليش ما تقبلون الأمريكان تطلعون؟ اعطوني سبب واعي. انتوا جبتوها، ليش هو الكرد؟ من جابهم؟ من جابهم؟ شنو جبناهم احنا؟ دقيقة شلون جبناهم احنا؟ لا خلي خطابك واضح حقي، شلون احنا جبناهم استاذ ريبين؟ شلون جبناهم احنا؟ شنو جبناهم؟ لا شلون اكون؟ اجوا باجتماع لندن بالعام 2002 مع المعارضة العراقية.
لا لا مع المعارضة العراقية. رصاصة واحدة ما يوصل لقبرص حتى وقت الداعش إلا من خلال مطار بغداد. يعني لا لا انتم ما عندكم اتفاقيات ويا الامريكان بس جاوبني بس جاوبني على هذا السؤال. انتم ما عندكم اتفاقيات مع الامريكان بغرف مظلمه؟ ما خلاها غرف مظلمه. شلون بغرف مظلمه ما حدا يقدر يحكي ولا يشوف شيء؟ لا 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 يزال لا يزال سياسه مسعود ومسرور ونجربان لا يزال اليوم ببقاء الامريكا. هاي سياستكم. يقول لك ما حد يقدر يشوف يعني بالغرف المظلمه. لا لا ما حد يشوف بالبيانات مالتهم. بالبيانات مالتهم قوية يا استاذ ريبين. ما حد يشوف لو احنا بياناتكم هذه. لا هو انت هسه تقبل يطلعون الامريكان لو ما تقبل. هو يقصد الغرف المظلمه. استاذ ريبين ما تسلح ولا تجي. انا ما جاي استاذ ريبين. اعطنا صوت صدر صوت يا شباب صوت مو واضح هو يعني. يعني على مود ارجع ليبين هو يقصد ان الغرف المظلمه الاتفاقيات المخفيه بينكم وبين الامريكان هذا اللي قصده. طبعا اعرف يعني خلينا ابيض وهم ما يجهزوا جيش العراق بالاسلحه. هيجي كانت اذا يخلقوا سهل قد قوي والله ما كنا نعرف ليش تضربوا بدرونات وصواريخ كل يوم شوي. هذا شان المقاومه يعني... طبعا اذا انت مخلي مخلي المحتل يمك ليش ما اضربك بصواريخ انا؟ طبعا اضرب بيشمرقة انضرب بيشمرقة هاي ساحه تدريب للبيشمرقة. هسه هذا اسمح لي قبل اسبوع هسه الوقت لك لو هي خلي نعرف الوقت يمك توضيح كان من عندك. لا لا مو انت على وقتي استاذ ريبين اسمح لي خلي كمل خلي اجاوبه ارجع لك خلي اجاوبه تامر امر تسلم شكرا. هاي البيشمرقة مالتك اللي جاي تاخذ رواتب من العراق مو تمام؟ من وين تبدا؟ لا ولا فلس ما جاي اللي فيش برقاء ولا عتاد واحد معود ولا من عام 2004 من عام 2004 لغايه ما صارت المشكله مال التهريب مال النفط مالكم احنا قاعدين 20 مره وياكم على طاوله يا معودين هاي رواتبكم هذا الكم وهذا إلنا حكم الاتحادية. أنت غير نحكي على هو رجع لك تقصف البيش مرقة. ما قصفنا البيش مرقة. منو قصف البيش مرقة؟ هو يقول لك لا لا اسمح لي المقاومة اللي جاي تقصف أولا نحدد إحنا من بده يقصف اليوم القواعد الأمريكية المقاومة الإسلامية ويوميا تمطي بيان والآن أكو بيان ترى لمدة شهر بترحيل القوات الامريكيه من العراق يعني ما ينطون بعد مجال اكثر. ايه هذا كله لفائده الامريكان هذه لا مو بفائده الامريكان لا 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 هذه لا تخلونها ذريعه يابا ما يصير تقاطعني خليها كمل واحد واكثر جهه يخدم هم ماخذين النفطات هم ماخذين البيش اذا كان هناك امكانيه بالتفاوض يلا خلي شوي تطرد الامريكان ليش بالتفاوض والطاولة المستديرة؟ تمام استاذ ريبين تسويها اي تمام والله صحيح الطاولة المستديرة وانا يوميا رايح لقائد القادة الاخوان الشيعة البارزين منهم سيد المالكي سيد عبادي سيد الخزعلي وهذه الجهات الاقطاب الشيعية كلهم يقولون من خلال التفاوض جهات اخرى يقولون بانه ابن جفاء والكل يعرف يعني حتى هو الاخوان الشيعة هم فصلوا البيت الشيعي الان هناك الرأيين الرأي الذي يقول الان هسه خلي استاذ ريبين تمام استاذ ريبين خلي كمل كلامه حتى اقدر مع هذا الصواريخ تمام استاذ ريبين خلي كمل كلامه بس اسمح لي الامريكان اكثر من اي جهة ولا يسكت بقى خلي كمل العراقية للناس يمكن الناس الفقراء خلي كمل حتى خلي كمل كلامه حتى اقسم الوقت بشكل صحيح بينك وبين سيد عبد الرحمن والاستاذ مهند ما هو يقول نعم يلا تفضل كمل كلامك استاذ ريبين يقول البيش مرقه انتم ضربتوا البيش مرقه هسه ما اعرف من هم يقصد يعني احنا ترى هسه احنا ناس سياسيين هسه داخلين بالمجتمع المقاومه قصفت البيش المقاومه هذا لربما يحدث خطا المقصود القواعد الامريكيه فقط زين لا لهم علاقه بالبيشمركه ولا لهم علاقه بمطار اربيل ولا لهم علاقه بالمدنيين زين المقاومه تمتلك سلاح وقوه وهي اصلا منبثقه من الشعب العراقي كما اتت المعارضه واسقطت نظام دكتاتوري مو اليوم هذه اليوم تريد تسقط الهيمنه الامريكيه بالعراق وجزاهم الله الخير انت تقول انه انتم حاطين الامريكان عندكم
هم الامريكان اللي. هم الامريكان دعوهم الحزب الديمقراطي الكردستاني دكتور لو اقليم كردستان لا اسمح لو دعاهم رئيس الحكومه انه تعالوا رجعوا ساعدونا في الحرب على داعش. احسنت وانتهت هاي الحقيبه يا دكتور. هسه تكلمنا بهاي القضيه هسه موضوع داعش انتهى قلنا احنا عندنا امكانيه نطلع داعش اذا يرجع من جديد. الحشد مو قاصر نمتلك قوة عسكرية اليوم تعد خامس بالعالم إذا ما عندك معلومات عن الحشد زين. اليوم الحشد قوة وأمريكا وجودها اليوم خطر عليك أنت اللي مخليها مخليلك قواعد وتمسدها ليل ونهار. أنا دا أقول لك الغرف اللي تتفقون عليها مو من صالحكم. حسوا بعراقيتكم إلى متى تبقون هيجي؟ يعني أنت تأخذ من نفط البصرة وتتحاسبني والله تقول لي والله البيش مرقة والبيش مرقة انت اللي جيت جايب المحتل وانت جاي احنا لازم نكون عراقي اكثر منك يعني انا ككردي هنا أنا مقطوع راتبي مؤنفل مضروب كيميائي من زمان البائد والان ينقطع راتب والاولادي هسا هذا الراتب انقطع لويش؟ وين 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 مبيعات النفط مالتك؟ وين مبيعات النفط وينها؟ وين الحدود اللي انت ما استراتيجيات خارجيه؟ لا استاذ مهند انا راح ارجع اخذت وقتي انا راجع لك قسم الوقت استاذ تمام بس اعطوني مجال اذا قاطعني لا بده يقاطعني هسه اذا يقاطعك شو المشكله هسه غير يجي دوره اجاوبني تمام يجي دوره استاذ مهند يقول لك احنا قادرين ترى هاي حجه مال انه الامريكان ويحموننا وجونا وكذا وما اعرف ايش وين الامريكان هم اعترفوا هم اللي مسوين داعش. هسه واحد يختل بصف واحد مسوي داعش حتى يحميه من داعش خماك شيء. قل لي السالفه اللي مو قصه الحمايه من الامريكان لا قل لي اكو موضوع غير هذا اقتنع به كمشاهد. انا مو محمد القزاعي اللي يحكي وياك كمشاهد كمواطن قل لي اما تقول لي انه والله خايفين السنه السياسيين السنه خاف يجونهم داعش لا والله ما خايفين ولا عندهم مشكله. اولا خلينا انا اوجه سؤال للاستاذ عبد الرحمن زميلي واخوي احنا اليوم خلينا نتفق هاي القوات الامريكيه اللي موجوده بالقواعد اللي هي بعين الاسد وقاعده حرير وبعرف عادي إذا أكو غير وفي بغداد في المطار في فيكتوريا هاي القوات الأمريكية هل هي قوات عسكرية أم هي قوات تسليح وتدريب عسكرية اسمح لي عسكرية عسكرية تمام لا هذا لا يقصف الناس غير هم هذول طالما اتفقنا على انه هي قوات عسكريه قتاليه وليست عسكريه تدريبيه او مستشاريه مثل ما يقولون. طيب يا اخي احنا اليوم الحكومه العراقيه وياي استاذ محمد وياك اسمعك اليوم الحكومه العراقيه انشكلت من ائتلاف اداره الدوله السنه والشيعه والاكراد. طيب يا اخي خلونا نتفق على شغله ان اليوم القائد العام للقوات المسلحه يجيب المستشارين ويجيب الضباط ماله والعسكريين ماله تعالوا اعطوني تقرير احنا اذا تخلينا عن القوات الامريكيه انتم قادرين على ان تحمون العراق اذا اليوم احمد رئيس الحكومه ليش ما قادرين ليش لا هو منو طلع داعش يعني شنو طلع داعش الامريكان مثلا القواعد الامريكيه طلعت داعش يا استاذ مهند الحشد المقدس والجيش العراقي والاتحادية في وزارة الداخلية والله العظيم ولا مستقل ولا عندي شك انه الحكومة الجيش العراقي والمؤسسات الأمنية نعم والحشد العشائري قادر على ان يعني وعندي شك انه قادر على انه يحارب داعش واكبر من داعش تمام لكن انا كلام بس حتى تصل فكرتي بشكل صحيح يستفيدون من المشاهدين يا استاذي العزيز يا استاذ عبد الرحمن اليوم الحكومه حكومه الاخ محمد الشيع السوداني اليوم توين بدت تعيش حاله من الاستقرار والاعمار اليوم مو القضيه لا اليوم انا وياك تعال يلا خلينا نطلع الامريكان بس انا اليوم من نطلع الامريكان
لازم اريد من عندك شغله استاذ عبد الرحمن، انه انت اليوم تتحمل كامل المسؤوليه اذا صار خلل امني لا سمح الله في محافظاتنا او 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 اعتداء على الاقليم او اعتداء على على اي محافظه عراقيه، مش المحافظات الغربيه، مشان اليوم مش ما يحس بقلبي من يسمون عمليه بدياله، مش دياله ما بيها من باقي المكونات، فيها شيعه وبها اكراد وبها يزيديه، ليش هاي ما تحس بقلبي؟ لكن انا اقول اليوم احنا ليش ما نعطي فرصه؟ يعني ليش هسه ليش هم ما متحملين هم ما هم ما الامريكان ما يتعاملون بلغه الدبلوماسيه اللي جاي تتحدث بها انت الورقه خل برلمان انطي هم ما يتحدثون الا بلغه القوه هي هاي لغتهم زين طلعت الرحمن انا اسالك مرحله بس تنطيني مجال حتى اوصل لكم كم تفضل الوقت لك كم تفضل تفضل وفلسطين وإما دخول الكيان الصهيوني إلى غزة ومجازر ومذابح والارتدادية في بغداد أنا أعرف إيش أقول من أقول الارتدادية في بغداد لا أقصد بها أستاذ عبد الرحمن إن فصائل المقاومة راح تضرب الأمريكان وأنا حذرت من عنده قلت لكم يا أخوان ليش نجر المعركة ليش نجر المعركة مال الكيان الصهيوني اليوم؟ أنا راح أسألك سؤال، أتسعوكم من العراق، إسرائيل ليش ضربت هذا العاروري بلبنان؟ إسرائيل ليش ضربت بكرمان بإيران؟ تمام، أستاذ مهند وين تريد توصل؟ وين تريد توصل؟ إسرائيل تريد أن توسع دائرة الصراع، الكيان الصهيوني يريد تمام، أقول لك خروج الأمريكان من العراق، أستاذ مهند خروج الامريكان من العراق راح يجنبنا كل هاي الاشياء، احنا ليش مخلينا قوات اجنبيه داخل بلدنا؟ احنا الان قاعد عندنا قوات امنيه، عندنا حكومه مستقره، عندنا عمليه سياسيه هسه بيها مشاكل هواي بس 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 ماشيه. السيد السوداني يعقد جلسه بمجلس الوزراء ويسوون على على اخراج القوات الامريكيه من العراق ونشوف منو اللي ينسحب. انا وياك اقول لك بلد ما يستقر بوجود جماعتكم الفرقاء السياسيين استاذي، هذا رايك انت بس اكو جماعه اليوم من المناطق الغربيه من السنه ما يقبلون، الاقليم ما يقبل بخروج الامريكان، عمي احنا ليش نراود الحكي مرتين؟ هذه حقيقه. اذا انا وياك طيب استاذ عبد الرحمن إيه؟ انا كل هذا الكلام وياك، انا قلت لك متذبذب الموقف السني بين رافض وبين معين، انا دا اقول لك اياه، بس انا اليوم من اسالك سؤال دا اقول لك أنا اليوم شلون أجنب بلدي؟ المهم إنه اليوم شلون أجنب بلدي من ارتدادات معركة غزة؟ لازم أنا اليوم عراقي. أستاذ مهند اليوم غزة اليوم غزة اليوم بس اسمح لي. أستاذ مهند. الأمريكان يجون ينفسون عندي بالعراق. ليش هذا مو حرام؟ ليش هذا مو ولدنا اللي قصفوهم بجنب الصخر واللي قصفوهم ببغداد واللي قصفوهم بالأنبار؟ هذول من وين؟ مو عراقيين مو مسلمين. مو ولد ده مو ولد العراق. طيب أنا اليوم كحكومة عراقية أنا اليوم كل التشكيلات تشكيلات الحكومة الأجهزة الأمنية حاشدة وجيش وشرطة إذا لازم تعتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة. أما واحد يطلع يضرب يقول له يابا طول بالك عمي أنت حقا نطلع الأمريكان بطريقة دبلوماسية يجي واحد يجي يضرب القواعد مثلا. طيب يا أخي أنا وياك يقعدوا انتم هاي الفصائل انا كل احترامي طبعا اكيد ما ننسى دماءهم. ليش ننسى دماءهم؟ هاي دماء رويت فيها عرض العراق. بس انا اليوم شلون اجنب العراق هاي المآسي وجر معارك غزه وجر معارك اوكرانيا واجي انفسها بالعراق؟ اي منطقه واي عقل هذا يقبلها يا استاذ عبد الرحمن؟ انا اليوم على الحكومه العراقيه ان تتخذ قرار حقاً. إما أن تخرجون الحكومة اليوم أذب الكرة في ملعب القوات ملعب الحكومة العراقية تمام تخرجون القوات الأمريكية تعلنون صراحة إحنا ما نقدر واضح ساد ريبين واضح ساد مهند واضح ساد مهند يلا بدي خير يطلع الأمريكا واضح ساد ريبين دكتور ريبين سيد عبد الرحمن يقول أنه أنتم تتحملون مسؤولية الدماء اللي تسيل بفعل الضربات الأمريكية بالعراق.
طبعا يعني هو افتراء. بالنسبه لاقليم كردستان يعني احنا ليش مسؤولين على هذا؟ يعني باي منطق وباي عقل يعني واحد يصدق هكذا اتهام؟ يعني ما بقت في بيتهمون يقولوا والله المسيرات اجى من اربيل، مع ان الاسد اقرب من بغداد وشارع فلسطين لو 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 اربيل. واصلا انت يعني كعراق ما عندك اعطونا صوت يا شباب حتى ترصد عدد مرات انتهاك السماء العراقي بطيارات اصلا غير موجوده فيها علم، يسرحون ويمرحون براحتهم. تجي انت اذا تطردهم الامريكان هسه على الاقل يكون جهه يقول بانه انت يا امريكان عندك عقد الاستراتيجي الامني، المفروض انت تجي تحميني من الناحيه الامنيه، واحد اثنين ثلاثه. ما فعلوها هم الحكومات، ما فعلوها لانه العراق مرت بأربع. لا لا هو يقول لك انتوا دكتور 16 سنه من التعقيد السياسي بعد سيد عبد الباقي. محاولات تتذكرون محاولات الحكومه العراقيه لتاسيسها؟ تتذكروا سنه واحده كانت عمر سيد الكاظمي؟ تتذكر سيد السوداني الان يعملون على انهاء ولايته بشتى الطرق؟ مدير مكتبه يصدر كتاب رئيس الوزراء ما عنده علم منو هذا؟ صدر كتاب من مدير المكتب مالته، مدير وزير رئيس الوزراء ما عنده علم. الان يعني في حاله متذبذبه، ماكو استقرار في تمام. سادريبين هسه هاي التفاصيل ممكن نناقشها. سادريبين هذا العقد الاستراتيجي، بس اسمح لي لا بس توجد فيها فقط مسألة السلاح ولا بس من المهم جدا انه هذا السؤال، هذا السؤال فيها التزامات اقتصادية. تمام بس اسمح لي، هسه ميزانية العراق كلها بيد امريكا. اوكي تمام سادريبين، اوكي طردنا الامريكان كلهم، عندك فقط كادرات حتى بس يترصد، مش يردع ويخاف ويردع ويدفع لورا، بس رصد طيارات اللي بدون علم يمشون فوق العراق. تعال احسب لي اياها كم مره صار. خلينا نطرد الامريكان والسماء يرجع سياده جويه للعراق، خلي بس يعد عدد مرات المنتهكه للسماء العراقي. منو اللي انتهكها؟ منو اللي جعل سماء العراق منتهكه غير الامريكان؟ ولا شايلين رقب ولا شايلين علف، يجوا يعملوا اللي يريدوا يطلعوا. بعدين اذا تطلع انت هذا النزاع الموجود بالمنطقه بين ايران وامريكا 100% أصير طرف فيها، إذا كنت اطلع أو ابقى الكل موقفه يكون محايدة طبعا بنفس المسافة. لا لا كيف إذا خرجوا الأمريكان من العراق؟ أنا هسه لاعبين رئيسيين في المنطقة، والحرب دامية وموجودة الحرب من غزة للعراق، يريدوا يولعوها مثل ما قال ضيفك الكريم. فأنت تجي واحد من الأطراف المتنازعة بقمة النزاعهم يتطرد برا، انت مو تصرد مع ثاني يعني صرد مع ايران؟ يعني هو لو يبقى ببلدي يعني لا لا مو هذا المنطق مع ايران، يعني لو يبقى ببلدي لو انا مع ايران خلي الكل يروحوا، خلي يعني لا والله عمي شرف لكم تصيرون ويا ايران انتم، وما تصير ويا اسرائيل ويا امريكا انت. اطلب بطرد جميع القوات المحتله للعراق، تركيا عراقية أمريكية. تركيا مو عندك البيش مارجل جاي تاخذ فلوس، ما ترد على تركيا انت، ترد على سيادتك. ريبين ما تجاوب تركيا انت مو عندك بيش مارجل، مو عندك قوة. ريبين شوف هذا الاسلوب، عبد الرحمن يا عبد الرحمن ارحم حالك وارحم. هسه نقول لك استاذ ريبين يعني فاتت هسه هي والمستوى الحديث خلي ما ننزل اكثر يعني من لا لا مو ننزل حديث، انت تقول تركيا وتتهمنا مو انت جاي تتهمنا مع ايران، احنا شرفنا يا اخي ايران اعطتك سلاح. ايران كانوا موجودين الاتفاقيه الحدوديه 10 كيلومترات، وزير الداخليه العراقيه في زمن عيد المالكي صديقك جاء واتفق حتى يكون 35 كيلومتر اعمق في العراق، فاني ما جايب تركيا. تمام دكتور ريبين، سؤالي هو انه بهذا الموقف اللي مو فقط السياسيين الكرد، السياسيين الكرد والسياسيين السنه يضعفون موقف الحكومه بالتفاوض مع الامريكان ومع القوات الاجنبيه. وبالمناسبه هو الموضوع ما متعلق فقط بالقوات الامريكيه، لانه التحالف برئاسه
برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وإنما الموضوع يتعلق بجميع قوات التحالف المتواجدة على الأرض. سؤالي هو أنه هذا الموقف الذي تتخذه الأحزاب الكردية والأحزاب السنية يضعف حكومة السوداني، هل تفكرون بتقوية حكومة السوداني أم بإضعافها؟ نحن مع تقوية الحكومة السيد السوداني وتفكيره وقراراته عراقية وأمومية. هو نفسه السيد السوداني 4 مرات اجتمع معها الفصائل الذي الخارجة عن القانون، طبعا يعني جملة الخارجة عن القانون يستخدمها السيد السوداني جدا في تصريحاته. يا فصائل وقف يا معود، وقف دقيقة دكتور استاذ، هسه خاف نقول لك ريبين تزعل، خلينا نقول لك دقيقة اسمعني. شلون رئيس الوزراء، رئيس الوزراء يقعد ويا 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 المقاومة ويا الفصائل؟ شلون؟ ها؟ 7 مرات اجتمع؟ أنت مسؤول عن هذا كلامك؟ هذا اتهام لرئيس الوزراء. ماكو هيك حكي. هو مجتمع وياه ويقول له مجتمع بكيفك أنت تجتمع؟ رئيس الوزراء ما يجتمع حبيبي. حبيبي ما يجتمع، المقاومة واحد شغلها ما لها علاقة برئيس الوزراء. ليش تخلط الأوراق أنت؟ أستاذ ريبين لا تخلط الأوراق، لا تخلط الأوراق. القائد العام للقوات المسلحة صارت لو خارج عن القانون، ما هو حل يا إما لازم تقول هذا في رعاية رئيس الوزراء يقعد ويا الخارجين عن القانون ويقعد ويا الأمريكان يتفاوض؟ شنو هالحكي هذا؟ والأمريكية ويخرج كردستان والقواعد العسكرية في عين الأسد وعبيد. يا إما لازم تقول هذا مثل ما تقول في حضرتك، أو تقول بأنه خارج عن القانون. أنت متأكد من هذا كلامك؟ ما في كلام. مقتنع بهذا كلامك؟ أقل يجاوب. هذه الدرونات اللي ينضرب اللي حضرتك ترتب أشعار عليها، هذا برعاية السيد السوداني صارت؟ هو مو قائد عام القوات المسلحة أو مو برعايته يعني خارج القانون؟ هذا اتهام لرئيس الوزراء. انت ايش تحكي ابويا خلي حوارك واضح حبيبي. تمام حبيبي، خارج عن القانون ليس له علاقه رئيس الوزراء بالمقاومه، ما يقعد يتفاوض، مو شغله هذا. خارج عن القانون يقول، ولا حتى الخارج عن القانون، ماكو خارج عن القانون. للتوضيح احنا عندنا مقاومه. للتوضيح فقط، انه تصريح رئيس الوزراء كان لمن يستهدف السفارة الأمريكية، وعلى ما أعتقد وخارج عن القانون هما ما أعرف حقيقة. يعني عموما أستاذ ريبين، هل هو يعني هذا الإضعاف الآن 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 خليك من عندي. يابا ما زعلان نرضيكم بعدين. ما زعلان نرضيك، أنت أخويا ما زعل منك، خليك من هذا. أنت عراقي أنت عراقي وأنا عراقي، ماكو واحد يزعل عراقي. ما يوصل متأخر، فأنا اعتذر على أي شيء. تمام شكرا شكرا لك. الموضوع سهل يعني، هذا ما يحتاج إلى تعصيب. رئيس الوزراء قائد عام القوات المسلحة، هل هو يشرف على هذه الضربات اللي يصير، أو هذه الضربات خارج عن القانون؟ تمام واضح. رئيس الوزراء مشرف على هاي، يعرفها، يدري منين جاي يضربون الجماعة. هاي قانونية لو مو قانونية؟ الرجال قاعد يقول لك بهالطريقة. قل لي دكتور، قانونين وقانون، هذا السؤال. دكتور الشعب الكردي يمثل اليوم العراق ويمثل سيادة العراق، لا نقبل نهائيا لا اليوم أنه نتدخل بحرياتهم الشخصية اللي هي اليوم المدنيين وممارسة عملهم كمطار وغيره. أبدا، حقوقهم واضحة كردستان، ولكن احنا عندنا نقطة استراتيجية، التواجد الأمريكي أصبح خطر على العراق. زين، عدنا أدلة. حقيبة داعش انتهت، ما نقبل هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، اليوم نطلب كحكومة وكشعب، وعدنا وطنية، أنا متأكد عدهم وطنية الإخوان هم، وكانوا هم بالمعارضة من قياداتهم، لكن الوقت تغير للأسف الشديد. زين، والمصالح الخاصة الحزبية ضغطت عليهم، خلت اليوم أنه يوافقون ببقاء الأمريكان. اليوم التواجد الأمريكي وبقاء هذا راح يخص قضية تخص الشعب العراقي، ولا حتى تخص الإطار ولا إدارة الدولة. اليوم المقاومة ما لها علاقة برئاسة الوزراء، رئاسة الوزراء ما لها علاقة، رئيس الوزراء يبعد ويا يتفاوض ويا المقاومة.
امام الامريكان ماكو هيك منطقة يا استاذ ريبين، خلينا نتحدث بواقعيه شويه. هذا الجانب الاول. انتم مو عندكم الحكومه؟ نعم الشيعه يطالب رئاسه الوزراء من عندكم. طالبنا تمام. شنو طالبنا؟ هي طالبنا طالبنا شنو؟ مناشده هي؟ اسمح لي. لا مو مناشده الرحمن. لا استاذ محمد، هذا موقف حكومي. انا اقول لك انا ما لي علاقه. انت قررت، انت دعيتهم بالبدايه وما استشاريتني. نعم هسه قرر وطلعهم، بس خليني بعيد عن الموضوع. شلون انا اقرر وانا الشركاء ما يقبلون؟ انا شركائي ما يقبلون الوياي بالحكومه، شركاء السوداني ما يقبلون. اعترضوا ما اعترضوا انت قررت. ما ممكن ما يكتمل القرار يا حبيبي اذا ما يكون تعاون بيد واحده. هذا الجانب الاول. الجانب الثاني، احنا ما ذاهبين، السيد رئيس الوزراء الايام القادمه ذاهب الى الولايات المتحده الامريكيه. انا صرحت به هذا قبل يومين. هذا الجانب الاول. الجانب الثالث، وقت عنده زياره هو. اي نعم عنده زياره، راح يذهب باجتماع طارئ يعني، والتحدث مع اليوم الولايات المتحده الامريكيه، لانه المطالب شعبيه الان اصبحت، القضيه اصبحت قضيه دماء اليوم بالعراق، لا يمكن السكوت عنها اليوم ولا مجامله اليوم بذريعه داعش ومستشارين. ما يحتاج المستشارين العراق. هذا الجانب. الجانب الثاني، احنا عندنا يعني عندنا القانون الدولي، بعدنا لحد الان راح ترفع مذكره دوليه اليوم، وهم قوات التحالف اجوا بموافقه الامم المتحده. خو مو نطلعهم احنا همين بكيفنا، هم الامم المتحده لها اليوم دور، واحنا راح نطالب وحتى من خلال قناتكم اليوم المطالبه الشعب العراقي بانه الامم المتحده تاخذ قرار حاسم اخراج اليوم جميع القواعد اللي موجوده، وهي قواعد عراقيه للعلم. ما نعرف ايش بيها نسى من جوا، ما نحس الا الطائرات تتجول اليوم على سماء بغداد وتضرب وتطلق ابنائنا. وبالتالي انا يجيني شخص يقول لي والله انت عندك ولاء لايران، انا اتشرف انه ايران مدت ايدها الي واعطتني سلاح لما تكشفت البيوت في مناطق الغرب. خلك كمل لا تقاطعنا هسه، لا تقاطعني، ما يصير. كمل كلام. هسه هم ماخذ نفطاتي وهم ماخذ فلوسي وهم تاخذ وقتي، اعطينا مجال. زين تفضل. اي اعطيني مجال انا اكمل وانت لك وقتك وجاوب. تمام انا اقول لك اليوم وقت. اقول لك انتم خلي ايدكم بيدكم، حسوا بالعراق اليوم. انتم لا تحسون اليوم انفصاليين بعيدين عن القرار العراقي. تمام. خلوا ايدكم بيد السوداني. تمام. سيد مهند، انا ما عندي الا دقيقه واحده. انتم الان بين خيارين. احنا لازم نجاوب. ما عندي وقت اصلا، لانه ويانا هو نفس الحوار انعاد من جديد. بالمناسبه استاذ ريبين، هم هو اتهمك وانت راح تتهمه وراح نرجع ما راح اخلص. انا ما اتهمته. لا ما اتهمته دكتور. ها يقبلوها ويخلوها ثوره ويخلوها عراقيه يبيعوها للناس. تمام. ناس ثانيين. انا قلت خونه؟ انا قلت خونه؟ تطورت. انا ما قلت خونه، انت اتهمتني بايران. يا اخي مو عندكم ضيف ثاني انغبن بحقه. تمام. اسمح لي خلينا نهدأ شويه استاذ مهند، انا عندي دقيقه واحده. الان نفس السؤال اللي سالته الاستاذ ريبين، يعني الموقف من الامريكان يضعف الحكومه في التفاوض، لان الحكومه من راح يتحدث الامريكان راح يقولوا لا والله هذا القرار ما يمثل الشعب العراقي باكمله، ما يمثل الكتله السياسيه باكملها، وناس عندكم تروح تتفق مع شركات وكذا، بعد تعرفوا هاي قصته. استاذ محمد، يعني حتى اختصر الوقت لان الوقت ضيق، يعني اولا خلينا نتكلم بشكل صريح. احنا اليوم الامريكان اجام بطلب من الحكومه المركزيه، تمام لو لا؟ ويخرجون بطلب من الحكومه المركزيه. احنا اليوم الشعب العراقي سنه وشيعه وكردا ممثلين بشنو؟ بالحكومه. نعم اكو ممثل بالبرلمان، لكن اليوم احنا عندنا قرار بالبرلمان مكتشف الدرجه القطعيه ومحصلين به نصاب، والنصاب كامل. هذا ذولا يعني اليوم اللي صوتوا الاخوه الشيعه، يعني ذول ما يمثلون بس الشيعه. انا اليوم اثر على شان نسميه برلمان العراق. خلاص انا احترم قراره، هو اتخذ القرار، هو عنده اغلبيه، خلاص مشي القرار. اليوم الكره في ملعب الحكومه، على الحكومة العراقية. السيد السوداني يرجع ويشوف منو اللي يصوت ومنو اللي يبلغ. شكرا ثلاثين ثانية. تفضل استاذ ريبين. لو ما اريدهم يطلعون. تمام استاذ ريبين. بيان مشترك. واضح. دكتور ريبين. تفضل. يجب ان تحترم الحكومة. استاذ مهند اسمح لي. لازم احترم حكومة السيد السوداني. تمام واضح. استاذ ريبين 30 ثانية تفضل. 30 ثانية. ممنون. هسه الامريكان موجودين مو؟ ايه. الامريكان موجودين.
الكرد اللي استفاد من وجوده ميزانيته يجي النصوص الدستورية بعد 140 طبقها حقوق شعب كردستاني اللي احنا نحس بانه مفدولين ولم يتم تطبيق المادة الدستورية الخاصة بمناطق متنازعة عليها نفذت اقليم كردستاني يجي رواتب بصورة منتظمة ما في هيك هاي قصة بينكم هاي قصة بيناتكم وجوده او عدم وجوده يعني اكو سبب اخر ليس لمصلحة حصرية واضح مصالحنا يعني احنا ما نكسب شيء واضح وضحت 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 الفكره انت تعني انه بوجودهم وعدم وجودهم الموجوده تقنيا ومن الناحيه القانونيه بالعقد الموجود بالاتفاقيه الاستراتيجيه طريقه اسهل وضحت تماما شكرا استاذ ريبين سلام اكون انا عراقي اكثر شكرا استاذ ريبين سلام عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني من اربيل شكرا استاذ مهند الراوي من الانبار شكرا استاذ عبد الرحمن الجزائري عضو الإطار التنسيقي ويا بالاستوديو شكرا لك أشكركم مشاهدينا الكرام شكرا جزيلا في أمان الله.